السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأسبوع الثامن منار التربية الإسلامية، مكون التزكية، القرآن الكريم، سورة المطففين، من الآية الأولى إلى الآية التاسعة. إذن هذه الصفحة 18 و19، إذن على بركة الله. سمعت أمك تتحدث بعد عودتها من السوق عن انتشار ظاهرة الغش في البيع والشراء، كيف ذلك؟ ما هي مظاهر الغش التي يمكن أن تكون أمك قد رأتها في السوق؟ يتم الغش بماذا؟ الغش في الميزان، يتم الغش بخلط السلعة الرديئة مع السلعة الجيدة، أو خلط السلعة الرديئة بالسلعة الجيدة. مثلا أشتري هناك نوع من الطماطم رديء، يخلطه بطماطم جيدة ويبيعه بنفس ثمن الطماطم الجيدة. إذا بيع السلعة على أنها نوع جيد، نعم. إذا مثلا تشتري ثوب ويقول لك هذا الثوب أصله جيد كذا كذا، وإنه من الدرجة الأولى الممتازة، ويبيعه لك بثمن الدرجة الأولى، وهو ليس على حقيقته، نعم. أستمع بخشوع وأرتل سورة المطففين، وهي مكية، نزلت بعد سورة العنكبوت. مكية يعني أن أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي بمكة، وهو بمكة عفوا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. أتعرف الحكم التجويدي، التنوين. التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا وقفا. التنوين كما نعرفه نحن في الشكل، ضمتان، كسرتان، فتحتان، وله أحكام النون الساكنة نفسها، الإظهار والإدغام إقلاب إخفاء. إذن الحروف الإظهار أخي هاك علم حازه غير خاسرين، الإدغام نجمعه في كلمة يرملون، الإقلاب له حرف واحد، وأما الإخفاء فباقي الحروف. نستثني حروف إدغام والإظهار ثم حرف الباء القلب، ما بقي من حروف فهو إدغام. إذن هنا لنقول ليوم عظيم، هنا نظهر التنوين لأن بعده حرف العين. نقول ليوم عظيم، ليوم عظيم. أما هنا نقول ويل، ويل لل، كذلك هنا إدغام، هذا إظهار وهنا إدغام، ويل ل، لأن سيليه، مهم، هذا ليس مرة، سيليه حرف اللام ومن حروف الإدغام بدون غنة. كتاب مرقوم، إذا وهنا إدغام بغنة على أي. المهم التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا. أتعرف معاني الألفاظ والعبارات؟ ويل عذاب أو هلاك أو هو واد. يقال أن الويل هو واد في جهنم. للمطففين، من هم المطففون؟ هم المنقصين الكيل أو الوزن. يستوفون،
يسوفون يوفون لأنفسهم بأخذ الزيادة. إذا أرادوا أن يشتروا شيئا يعني يأخذون أكثر من حقهم، ولكن إذا أرادوا أن يبيعوهم شيئا ينقصون المكيال. إذا نوعين، مطفف ومستوفين. مطففون هنا يستوفون، يعني إذا أرادوا أن يبيعوا للناس مثلا القمح يغشون في الميزان، يقولون هذا هذه 100 كيلوغرام وهي فقط مثلا 90 كيلوغرام. وهنا إذا أراد هو أن يشتري مثلا 100 كيلوغرام من القمح يعني يغش في الميزان ويأخذ 110، يعني يستوفي حقه. عندهم يعني عنده ميزانين، أو عندهم ميزانان، ميزان للشراء وميزان للبيع. سجين ديوان أعمال الشر، كتاب مرقوم، مرقوم يعني مكتوب بوضوح. إذا أحدد المضامين. بما توعد الله المطففين؟ إذا في بداية السورة يقول لهم ويل، هذه كلمة توعد، توعدهم وتوعد الله المطففين بالويل والعذاب يوم القيامة جزاء بما كانوا يعملون. قلنا أنهم كانوا يطففون ويستوفون، يطففون يعني للناس ويستوفون لأنفسهم. ما مدار تطفيف الكيل؟ يعني نقص الكيل والميزان، أنه من مداره نشر العداوة والبغضاء بين الناس، فالناس تكره الغشاشين وتكره المدلسين وتنعدم انعدام الثقة بينهم، يعني بين الناس. هو مجتمع يصبح عندنا إذا امتلأ المجتمع بالغش والتطفيف يصبح مجتمعا أنانيا، همه النفع لا تهمه مصلحة الآخرين، ولا يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. شكرا. إذا ننتقل، عما يغفل الذين يغشون في الميزان؟ هؤلاء يغفل المطففون عن العقاب، ينسون أن الله رقيب. اللهم اغفر لنا وتوب يا رب. يغفل المطففون عن العقاب ويغفلون عن مراقبة الله تعالى. نعم، يعني يجب أن نستحضر في كل أعمالنا مراقبة الله سبحانه وتعالى. الله يكون معك في جميع الأماكن، حتى ولو ظننت أنك وحدك فلست وحدك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويغفر لنا ما نخفي وما نعلن يا رب. السفيد، توعد الله عز وجل الذين يخسرون المكيال والميزان بالهلاك. أفلا يعلمون أن أعمالهم التي تسجل سيحاسبهم الله تعالى عليها يوم القيامة؟ بلى، سيحاسبون عليها يوم القيامة. لا إله إلا الله. أوظف تعلماتي أكمل الجدول في دفتري بذكر مظاهر الغش، سنجتهد في كتاب بعض المظاهر. إذا مثلا في المدرسة أين يكون، أين يتجلى الغش؟ يتجلى الغش في امتحان مثلا، أو فرض منزلي، أو في الأجوبة، يعني تأخذ الجواب من صديقك وترفع أصبعك، يعني الغش، وتظهر للأستاذ أنك مجتهد. أو نعم، ثم مثلا عدم إتقان العمل، يعني تغش، ممكن أن تقوم بعمل جيد ولكن تتهاون، عوض أن تنجز التمرين مثلا في 15 دقيقة وتحسن خطك وتجيب يعني بشكل جميل، فأنت لا تتقن العمل. هذا من مظاهر الغش، الغش عفوا، من مظاهر الغش. إذا نقص في السوق، نقص الكيل والوزن، هذا غش. مثلا في السوق خلطوا السلع، خلطوا السلع، أو زيادة في الثمن مثلا. مصنع لا يتقن العمل، يغش في العمل، مصنع يعني العمال يغشون، أو أن صاحب المصنع يطلب منهم أن لا يتقنوا العمل حتى يعني لا ترتفع التكلفة. استعمال مواد مضرة بالصحة مثلا، يستعمل مواد في المواد الغذائية مثلا، أو يعني فبعد سنوات يعني يصاب الناس بالأمراض نتيجة هذا الغش في المواد المستعملة. إذا أقوم وأدعم تعلماتي، ما نتائج التطفيف
في الكين. نعم حاوي، إذا نقول أكل أموال الناس بالباطل، نشر العداوة والبغضاء بين الناس، انعدام الثقة بينهم، مجتمع أناني همه النفع. نعم ننتقل إلى، لأن ذكر الله تعالى نوعين من أنواع تطفيف الكيل، استظهر الآيتين الدالتين على ذلك. يعني يقول سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين. إذا النوع الأول سيأتي في الآية الثانية، والنوع الثالث في الآية الثالثة. إذا النوع الأول: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. نعم، ما أثر الغش على الفرد والمجتمع؟ إذا أسئلة متكررة. نعم نحاول نكتب ما نعم: أكل أموال الناس بالباطل، نشر العداوة والبغضاء بين الناس، انعدام الثقة بين، مجتمع أناني، مجتمع متخلفون. نعم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.